ما بين أحزاب أيديولوجية ضعيفة وأخرى برامجية أكثر ضعفاً. هذا هو تشخيص الشباب للعمل الحزبي في الأردن. إذن كيف تطلبون من هؤلاء الشباب أن يهتموا أكثر بالعمل الحزبي؟ الأحزاب في الأردن مرت بمراحل مختلفة، لكن كما يراها الشباب فإنه آن الأوان أن تحتل الأحزاب الصدارة نحو تطوير التجربة الديمقراطية للوصول إلى حكومات برلمانية. فهل نحن جاهزون؟ وهل الأحزاب القائمة قادرة على ذلك؟ هذه الأسئلة وأخرى حملها معه الزميل أسامة العدوان، وهو يعد تقريرا استمجز فيه رأي الشباب وهم الفئة المستهدفة من أي عمل حزبي. دعونا نشاهد ماذا أعد لنا الزميل أسامة العدوان، لكن قبل ذلك لنتحدث معه قليلا. صباح الخير أسامة. صباح الخير، الله يعطيك العافية. صباح النور، أهلا وسهلا. قررت أنك تعمل تقرير عن الأحزاب؟ نعم، الكل بيعرف أنه الآن الأحزاب في الأردن ازدياد في العدد وضعف في الأداء، نتيجة لغياب البرامج، نتيجة لغياب النهج الواضح والتطبيق. احنا عدينا تقرير سلطنا في الضوء على عدة أسباب، بنشاهد التقرير ومن ثم نستكمل حوارنا. بنشاهد التقرير. أجد أن الأحزاب لا زالت عاجزة عن استقطاب العديد من القيادات الشبابية، ولا زالت عاجزة على استقطاب المواطن العادي، ليس المواطن المسيس فقط. أهمها القبضة الأمنية، ربما التعليم، البطالة الموجودة والمتفشية الآن في الشباب الأردني. هذه المشاكل اللي مش عم تدفعهم للعمل السياسي ولا للدخول في هذه الدائرة. التحديات اللي بيواجهها المجتمع هي تمثل الشباب بصورة خاصة، لأنه نسبة الشباب في المجتمع نسبة كتير كبيرة. من هاي التحديات في عندنا تحديات سياسية، اجتماعية، ثقافية واقتصادية. نؤمن بأن الهدف الاستراتيجي الذي يجب العمل عليه في الحياة السياسية هو الشباب في الأردن، القيادات الشبابية التي يعول عليها أن تقود بلدنا في كافة المجالات، في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. واحدة من المشاكل التي تواجه الواقع الحزبي في الأردن، وواحدة من المشاكل التي تواجه الحياة السياسية في الأردن، أن الأحزاب الأيديولوجية أحزاب قليلة، وأن الأحزاب التي تمتلك مشروع وبرنامج من أجل الوصول للسلطة ومن أجل إشراك منتسبي هذه الأحزاب سواء كانوا شباب أو غير شباب من أجل الوصول للسلطة هي أحزاب قليلة جدا وتكاد تكون معدومة. الشباب الجامعي الحزبي حتى اللحظة يعاني من تحديات أمنية من خلال عدة جهات داخل الجامعات، منها عمادات شؤون الطلبة ومنها الموظفين وبعض الزملاء. هناك إشكاليات حتى الآن تواجه الطلاب في الجامعات ممن لديهم أفكار وانتماءات حزبية. هناك مشكلة أخرى هي تراجع الأداء الحزبي أيضا في المجتمع، تجد أن الأحزاب خطابها تقليدي ربما بعيد عن الواقعية، خطابهم تنظيري أكثر من واقعي، وبالتالي هذا بيخلق فجوة ما بين الشاب وما بين الحزب من ناحية الإيمان بأفكاره. طبعا الأفكار هي أفكار نظرية لم تطبق على أرض الواقع، لأنه الأحزاب أيضا لم تشارك في السلطة بشكل حقيقي، على الأقل في عمر الشباب اللي بنحكي عنهم حتى عمر 30 أو 35 عام. نحن نأمل الوصول إلى كما هي رؤية جلالة الملك إلى تيارات أساسية واسعة تمثل مصالح المواطنين المختلفة من اليمين إلى اليسار، والوصول إلى حكومات برلمانية. هذه الحكومات يكون أساسها التعددية السياسية والأحزاب السياسية. احنا عندنا مشكله في قانون الاحزاب. قانون الاحزاب يعني هلا عمالنا بنشوف في عندنا اعداد كثير كبيره من الاحزاب، يمكن فوق ال 40 او فوق ال 50 حزب موجود. هذه الاحزاب صعب جدا انه احنا ننتمي لها، لازم يكون في عندنا عدد معين، 3 إلى 5 احزاب، ولكن هذه احزاب عريضه بحيث انها هي تغطي كافه الاطياف السياسيه. الحزب عنده ضعف قاعده شعبيه، الحزب ما عنده قاعده شعبيه. الأحزاب المفروض تطلع على الجامعة الأردنية، تطلع على إربد، تطلع على الكرك، تحكي مع الناس، توعيها جو الحزب، يصير عندها قاعدة شعبية. ما في تطبيق للأحزاب على أرض الواقع. الآن العمل الحزبي هو عمل تنظيري فقط، لا يوجد تطبيق على أرض الواقع، وبالتالي هذه فجوة عظيمة. برامج الأحزاب فيها قصور،
هناك خلل ايضا في البيئه السياسيه، من يعني في هناك اسباب لهذا الخلل، منها التدخل الامني، منها نوعا ما الرقابه المجتمعيه، منها نوعا ما صوره نمطيه عند المواطنين تجاه فكره الحزب. يعني احنا جيلنا ولد لجيل من الاباء والامهات لديه تخوف من العمل السياسي ولديه تخوف من كلمه حزب، فبالتالي شوي قاعدين جيلنا شوي شوي بتخلص من هذه المعيقه. هناك تحديات تتعلق بالثقافه المجتمعيه، لا تزال الثقافه المجتمعيه تجاه العمل الحزبي بشكل عام غير مشجع. يعني أيضا هناك لا تزال الهياكل الاجتماعية هي التي تمثل مصالح الناس، وهذا إحنا نأمل أن يكون من يمثل مصالح الناس في البرلمان أو في كافة المؤسسات التمثيلية هي الأحزاب السياسية، لأنها هي التي تعبر عن البرامج في الحياة في المجال الاقتصادي في المجال الاجتماعي. واقع الدولة الأردنية شوي صعب من الناحية السياسية، في عنا معارضة ولكن هذه المعارضة لا زالت غير مؤدلجة بأحزاب سياسية، ولدينا أحزاب سياسية وصل عددها تقريبا 48 حزب وهناك 20 حزب تحت التأسيس. هذه الصورة للأمانة لا زالت ضبابية. لما يكون في عنا إحنا أحزاب حقيقية بتشمل أطياف متعددة في الطيف السياسي، بتكون تقوم على أساس البرامج، هاي البرامج بتكون قابلة للتطبيق، وبالتالي بنقدر إحنا نطلع بالآخر بحكومات برلمانية منتخبة تطبق البرامج اللي بتعتمد عليها الأحزاب. مخرجات مجلس النواب مخرجات عشائرية، ربما مخرجات بناء مناطقية، وبالتالي هذا بيخلق فجوة أكبر أيضا، أنه مجلس النواب هو لا يمثل الشعب بشكل حقيقي. الأحزاب شريك أساسي في الحياة العامة، والهدف الرئيسي في كل العمل السياسي هو تعزيز وجود الأحزاب وحضورها في كافة الهيئات التمثيلية المجتمع التي تمثل الناس، والأحزاب شريكة في عملية صنع القرار. هناك عدد هائل وكبير جدا من النشطاء السياسيين من خارج المركز، من المحافظات، من عمان، من الكرك، من الطفيلة، من معان، من البوادي، من الأرياف. هذا العدد الغير مؤدلج والغير منتظم في أحزاب سياسية تهدف الوصول للسلطة يحتاج أيضا إلى مظلات من أجل التعبير عن ذاته سياسيا. فبالتالي إذا احنا اعتبرنا أن المرحلة القادمة هي مرحلة الأحزاب السياسية، هذا يعني قد يكون مؤشر إيجابي، لأن هناك العديد من القوى السياسية الشبابية بدأت تصعد إلى الحياة العامة والسياسية، وأيضا رسائل الأحزاب السياسية باستقطاب هذول الشباب ببرامج تهدف إلى تنظيمهم وتهدف إلى إيصالهم إلى السلطة بشكل مباشر. عشان نقدر نطلع من هذه المشاكل اللي إحنا بتواجهنا كشباب خاصة وكمجتمع أردني بصورة عامة، لازم إنه إحنا ننتقل من مرحلة التشخيص إلى مرحلة العلاج. هذا العلاج بده يكون عن طريق وجود دولة مدنية ديمقراطية بيكون أساسها سيادة القانون، يكون أساسها تكافؤ الفرص، يكون أساسها المساواة ما بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات. قانون الأحزاب هو قانون ممكن نحكي أنه هو خطوة، لكن هو ليس الأمثل وليس هو المنشود وليس هو المطلوب. في مشاكل متعددة، لا يجوز للقائمة أن تتنافس فيما بينها على مقعد، لابد أن القائمة أن تطرح برنامج، لابد لي أنا كناخب أو كمنتخب أن أرشح قائمة بناء على برنامج حقيقي تستطيع تمثيله في مجلس النواب. اليوم هناك حاجة وضرورة ملحة من أجل وجود أحزاب برامجية سياسية تستهدف الناس من أجل استقطابهم بالانتخابات القادمة، من أجل استقطابهم بوصول السلطة القادمة. سنطلق خلال الأيام القليلة القادمة حواراً لتطوير التشريعات الناظمة للحياة السياسية، سنطلق حوارا مع الأحزاب حول قانون الأحزاب السياسية، حول نظام المساهمة المالية، ثم يتبع ذلك أكيد يعني مراجعة لقانون الانتخاب، والهدف الرئيسي هو أن نمكن العمل الجماعي الحزبي من الوصول إلى البرلمان وإلى عملية صنع القرار. يعطيك ألف عافية أسامة على التقرير. نحن سنكمل حوارنا لكن ننتقل إلى فاصل، ومن ثم نعود نناقش الأحزاب والشباب. كنا قبل الفاصل عم نناقش مع الزميل أسامة العدوان الشباب والأحزاب، عشان نستغل الوقت بأكثر وقت ممكن بأكثر طريقة ممكن. احكينا أكثر عن استخلاصك من رأي الشباب، واستخلاصك أنت أيضا كشاب، عن شو النظرة اللي الشباب اطلعوا فيها على الأحزاب.
أول شيء إحنا موضوعنا لليوم كان عبارة انطلق الفكرة أجت فيه من ندوة أقامتها وزارة التنمية السياسية ووزارة الشباب لصقل الهويات وتعليم القيادات وصناعة القيادات الشبابية تحديدا ما بين الأحزاب اللي الشباب اللي تنتمي لها للأحزاب. خلينا نحكي في اتفاق هناك وهناك إجماع عام بين كل الشباب ومن كل الأحزاب اللي حضرت أنه هناك في ضعف للعمل الحزبي، هناك في تهميش للعمل الحزبي، خلينا نحكي من الجهات المعنية، غياب للأفكار، غياب للبرامج، غياب للمنهجية، غياب للمظلات الشاملة اللي تعمل على استقطاب أبناء المحافظات أيضا داخل هاي الأحزاب. هناك ضعف واضح للعمل الحزبي، عندنا أكثر من 48 حزب تم وصلوا قبل فترة لغاية 51 حزب، تم حل 3 نتيجة لخلافات حصلت ما بين وزارة التنمية السياسية بحسب المعلومات اللي وصلتنا من أمين عام الوزارة. 48 حزب هاي كلها لديها مشاكل ولديها أيضا غياب للمنهجية، غياب للبرامج وغياب للتطبيق على الأرض. بس ما بتعتقد أسامة أنه دائما هناك لوم على الحزب أو على الحزبيين بشكل عام، أنتم ما بتشتغلوا، أنتم ما مش موجودين بالشارع، أنتم مش موجودين بالانتخابات، أنتم بتقاطعوا، دون ما نحن نوجه اللوم حقيقة إلى المسؤول عن ضعف هذه الأحزاب؟ المسؤولية هون مسؤولية تشاركية، ما مش مسؤولية لا على وزارة التنمية السياسية لوحدها أو على وزارة أو عفوا على 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 مؤسس الحزب أو على التيار اللي اشتغل فيه هذا الحزب أو على المجتمع. المسؤولية تشاركية. أول إشي غياب المنهج، اثنين التخوف لا زال قائم، بعض التيارات وبعض الهاي ممنوعة من العمل داخل المؤسسات. خلينا نحكي غياب الأحزاب مثلا على سبيل المثال، كان ملاحظة بعض الشباب عندهم غياب الأحزاب على غياب العمل الحزبي داخل الجامعات، هاي ملاحظة. مش بس غياب العمل الحزبي داخل الجامعات، أنت إذا من أنت وفي المدرسة أساسا أنت ما عم تتربى تربية سياسية على تربية ولا سياسية. تربية أيضا ديمقراطية، اختلاف العقيدة السياسية لدى الأحزاب ما بين الوسط واليسار واليمين. بس هذا إشي هذا مش إشي سلبي بالاختلاف، لا هناك لأنه إحنا عم نوصل تجاوزنا كل العالم بحكي لك أنه هناك لازم يكون في حزبين واضحات المعالم وتنطوي تحتيهم الأكثر الأحزاب اللي فيما بعد ضعف، يعني الحزبين الأقوى هم اللي خلينا نحكي بوصلوا للسلطة وينضم لهم في ائتلاف واضح الأحزاب اللي هي الاندماج فيها. بس هذه مش قاعدة كمان أسامة. هي مش قاعدة، ولكن احنا ما عندنا بيئة مناسبة للعمل الحزبي الواضح. من هون تصير هاي البيئة المناسبة، من المتوقع أن يكون في عندك تيارات مختلفة كثيرة، يكون عادة في اختلاف من هون للشارع أو للناس تفرز الحزبين اللي ممكن يكونوا قاعدين عم يتنافسوا على السلطة مثلا. مبدأ العمل الحزبي واضح، هو الوصول للهدف، للوصول إلى السلطة. غياب المنهجية وغياب التطبيق وغياب البرامج، وأيضا معظم الأحزاب اللي لا زالت موجودة عندنا في الأردن هي تتمحور حول الأشخاص والاستفادة منها لنتيجة للوصول إلى السلطة، لكن هاي أسباب كلها. بس ما عم بتحس أنك عم تكون قاسي شوي على الأحزاب بهذه يعني الطريقة؟ لا أنا ما عم بكون قاسي شوي، بس لأنه فعليا أغلب الأحزاب بحسب طبعا الشباب اللي هي موجودة في هاي الأحزاب بحكي لك في عندنا معاناة المنهجية، وأن الشخص هو المعني بهذا الحزب. طيب إحنا نحكي قصة نادرة فقط، إحنا عندنا 48 حزب، 18 حزب فقط اللي نسب به 18 شخص حتى يحضر هاي الندوة، باقي الأحزاب إذا مو الشخص رئيس الحزب هو اللي بده يحضر ما نسب بأي شخص أو ما نسب بأي شاب يحضر هاي الندوة. الندوة لأنها معنية فقط في القيادات الشبابية. هو كمان في مشكلة كمان الأحزاب أنه تمويل هذه الندوة كانت يمكن USAID، هي مش تمويل، هي تمويل الوكالة البولندية. الوكالة البولندية هناك بعض الأحزاب، بعض الأحزاب لها اختلاف عندها وجهة نظر بهاي، ولكن هاي بالتعاون مع وزارة التنمية السياسية من أجل الوصول إلى قيادات شبابية قادرة على يعني خلينا نحكي صناعة فرق، قادرة على إحداث تغيير بالشارع الأردني، قادرة على إحداث الوصول إلى السلطة للتعبير عن آرائها، أو تحديدا مجلس البرلمان وقبة البرلمان من أجل التعبير عن توجهاتهم، قيادة الشباب للسلطة في المستقبل. أسامة عشان نختم سريعا لأنه هيهم قاعدين عم بينقوا فوق راسنا، الحلول من وجهة نظرك؟ الحلول من وجهة نظري أن يكون هناك توفير بيئة مناسبة لصناعة الأحزاب،
أيضا هناك إعادة شوي في خلافات على قانون الأحزاب، إعادة التشريع من خلال إعادة فتح الحوار وحوار وطني شامل للتواصل إلى صيغة توافقية أيضا بالتزامن مع فتح قانون إعادة التشريع في قانون الانتخاب، حتى نوصل لصيغة توافقية ما بين قانون الأحزاب وما قانون الانتخاب، حتى يكون هناك بيئة تشريعية مناسبة للوصول أو من خلالها يستطيع الحزب الوصول إلى قبة البرلمان. أظن وعلى السلطة وأيضا على الحكومات أن تحمي حرية الحزبيين وتحمي الأحزاب وأنهم ينتسبوا لها. أسامة شكرا جزيلا لك، كل ثلاثاء دائما بيكون في عندك مواضيع جدلية. إن شاء الله نلقاك الثلاثاء القادم.